هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. صحيح سي أمين. هو في هذاك التحضير الذهني ديالنا انا بدا اول حاجه يعني شخصيا حتى لا اتاثر يعني بهذيك كثره الكلام فانا لا يعني اسمع ولا اقرا. اللي مهم بالنسبه لنا حنايا هو انه انا دائما كنت كنتكلم عليه وغادي نكرره مره اخرى. نتيجه المقابله، اي مقابله كيف بغات تكون نوعها متعلقه ومرتبطه بشكل كبير بالمردود الذي سيقدمه الفريق لا من الناحيه الذهنيه ولا البدنيه، يعني الحضور ديالو الذهني والبدني والتقني والتكتيكي هو اللي كيعطي نتيجه المقابله. كيف بغى يكون الخصم، كيف بغى تكون يعني المستوى ديال التباري. وبالتالي حنا الى بغينا نفوزوا على الجزائر فغادي خصنا نقدموا هذا المستوى هذا. حنا مرشحين ولا غير مرشحين، انا تنظن يمكن حنايا يمكن مرشحين مع الثمانيه ولا مع العشره ديال المنتخبات اللي كنا مرشحين، ولكن انا تنظن الى ما قدمناش المستوى ديالنا تنظن لا نستحق ان نكون في المباراه النهائيه ولا نفوز بهذه البطوله. ولكن انا تنظن انه اللاعبين، وهذا هو هذه هي الرساله التي نحاول ان نمررها للاعبين مرارا وتكرارا، على اساس انه يجب ان نقوم بالمجهود المطلوب داخل كل مقابله هذا النتيجه دائما كتبقى رهينه يعني هذيك الكميه ديال المجهود. هو التكامل لا فرديا ولا جماعيا ولا حضوريا ولا الانتباه لهذيك الجزئيات هي اللي كتخلي نتيجه المقابله تكون لصالحك. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.